السلام عليكم، أهلا فيكم في سوالف بودكاست 10. أنا أحمد. أنا علي. يلا نبدأ. طيب علي، شو اللي عندك الأسبوع هذا؟ ما أنا متأخرين مسوي البودكاست. أوكي. ديزني في نفس يوم اللي هي الجيم أورد أعلنت عن أكثر من 50 فيلم وشو. أوكي. بينزل يعني خلال كم من سنة هذه. أعلنوا عن كم تقريبا 5 أو 6 ستار وورز. سرت ستار وورز نزلوا 3 أفلام أو 4 أفلام. هم اللي ينزلونها حق العيادة الحين دلوقت هذا. أنا جاي أقول نزلوا 3 أفلام يعني قصة واحدة ترندجي جديدة. كل واحدة يعني تقييمات وكل شيء كل واحد يكرهون أكثر من الثانية. طيب. يعني كل الناس يكرهون، تبدأ تكره 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 تكره. ما بالأفلام تمشي بالعكس، اللي يقول لك أول واحدة حلوة. لا، أول واحدة أقل كراهية. okay. بعدها وقفوا، لأنهم أول ما شروا لوكس فيلمز اللي تملك ستار وورز قام يقولون وعدوا 100 سنة بستار وورز. بعد الضغط اللي جاء عليهم كراهية وقفوا خلاص، يعني تراجعوا عن ستار وورز، قام يقولون بيخلون ستار وورز على هيئتس. نزلوا مسلسل اسمه الماندلوريان في عالم ستار وورز نفسه، كل الناس حبه، فقام يقولون أوكي خلاص من يوم رايح ما بسوي أفلام ستار وورز، بسوي مسلسلات ستار وورز. حبوا مسلسل واحد قبل امسكوا 9 مسلسلات ستار وورز. طيب عندهم فلوس يبون يسوون شيء بس ما عارفين يسوون. اوكي. اعلنوا عن كل شيء الاولي والتالي تحت. يعني انا عن نفسي مثل واحد انه يملكون مارفل، لهم ما احب مارفل بس افلامهم خطيره ومسلسلاتهم يعني كويسه، او ما بعد ينزلوا مسلسلاتهم بس اذا يعني تمشي على الافلام المسلسلات بتصير كويسه واحب اتابعهم. بس عاد اعلنين عن 9 افلام، 90 مسلسلات وغير الأفلام اللي بتنزل بعدين. أنا كيف أشوف ستار وورز وأشوف مارفل وأشوف كيف اللي تبدأ فيه هو هل دوام هم كلهم في عالم واحد؟ يعني المارفل كلهم في عالم واحد، الستار وورز كلهم في عالم بتصير يعني كلها قصة مشبوكة. يعني في ستار وورز قام يقولون إن في بعض الشخصيات بتجي من المسلسل الثاني، يعني شغلات كذا، فلازم يعني بعض يمكن الحلقات ما تقدر تشوفها بالحالة، لازم تشوف حلقات ثانية. أوكي. فموضوع فوضى. بس ستار وورز يعني وان ديفيجن ولوكي هذين معلنين عنهم تقريبا منهم كم من سنة. واتف بعد علينا عنهم قبل كم من سنة. أعلنوا عن الممثلة نفسها اللي بتمثل مس مارفل. مس مارفل هي الباكستانية مسلمة أمريكية البطلة الخارقة هذه. هذا بيسوون لها مسلسل، وطبعا تدخل في العالم بعد تدخل في أفلام معهم مع يعني نفس الممثلة يعني مع الكبر مالها. وفي ناس يعني مرفعين في الموضوع يقول كام مسلمة وما أدري. ستار وورز أحس إن ما بستار وورز ذي مارفل. أوكي. سوبر هيرو. أوكي. في ناس يعني مرفعين يقولون لك اوكي وما ادري وش، وقام يحطون مسلمين. انا عن نفسي كواحد مسلم ما احس انه في فرق، ما همني ان شاء الله بس الموضوع يصير حلو، يعني لنفس المسلسل والفيلم والممثله نفسها تضبط الدور، ما لي دخل يعني اذا مسلم ولا مسلمه. انت رايك؟ هم يقولون حق الشغل كدينها في المسلسل، لكن هل بترد يعني هي بتمثل ان هي مسلمه في المسلسل ولا بتمثل شخصيه؟ ايه اللي كنت تجيب العيد يعني بس باسم، يعني انا مسلمه بس عندي بوي فرند واشرب خمر. لا ما لي شغل يعني اذا جات فيلم في الفيلم المسلمين هنا ايش كثرهم ما يدرون في الاسلام، بس انك تخش في قصتها كمسلمه في الفيلم ولا مش مسلمه في الفيلم. هذا اللي ابي يتمثل هناك شنو. شغلها ما له شغل في الاسلام ولا شغل في الدين، هذا الافضل بالنسبه لي ويكون هم يبون يعني تعرف اللي يقول لك يعطون باور حق الأطفال وشغلات كذا وينسباير الأطفال، يعني مثلًا. طيب. يعني مثلًا أقرب شيء أنا عن نفسي ما بنت مسلمة صغيرة عشان أطالع حق مس مارفل. ما لي شغل. يعني مثلًا بنتك لو تكبر شوي يعني تدور عن بطلة خارقة قريبة منها شيء تفهم له، يعني أقرب شيء لها بصير يعني مس مارفل بنت صغيرة مسلمة. ليش أنا إيش لي شغل في المسلمة الحين في الفيلم؟ هل أشوف يعني شيء قريب منها؟ يا معلي أنا أشوفه في الفيلم الحين. انا ما بفهم هذا الشرح. لا انا لي انت اللي تقول الحين اي هذا الشرح ما لي شيء. انا يعني مثلا الحين يوم قلت الشرح ذا، هل انا اشوفها يعني البنت هي قاعده تحارب معهم متحجبه يعني ولابسه طويل ولا لا؟ على التريلر نزلوها ولا ايش له شغل في المسلمه؟ بس يعني صار حرب تروح تصلي وترجع وتكمل ولا ما بفهم انا يعني انت يعني الديانات الثانيين دي اللي موجودين كلهم، كل احد يعرف دياناتهم كلهم موجودين، والناس يعني اوه صار ذا مسيحي دخل في الفيلم.
هذا فكرته الشخصية كلها مبنية أنها مسلمة. It's هناك في الفيلم تسوي الإسلام مسلسل يعني؟ ما أدري خلاص يولي ما فاهم أنا إيش ذا شغل ما أدري. المهم سبايدر مان 3 مع سوني لأن مو بسوني بس مو مارفل تمسكة. سوني جابت العيد أصلاً قبل كم من يوم أعلنت تريلر بالأسباني بالغلط نزلت التريلر أن كل السبايدر مان كل سبايدر مان اللي راحوا بيجون يعني زي سبايدر فيرس خلصت ما عندها شيء جديد بترجع الشخصيات القديمة وترجع هم بفتحون المالتي فيرس في اليونيفرس مالهم في المارفل إكستندد يونيفرس اللي في يعني ايرون مان وغيره الحين في سبايدر مان الصغير هذا ما ادري ايش راح نشوف الفيلم هذا الحين هم بيفتحون المالتي فيرس يعني المجرات المتعدده أوكي. بيجيبون سبايدر مان مال توبي ماجواير عرفت العالم كان عندك في النوكيا الفيلم ذاك القديم اي بيجيبونه ذاك سبايدر مان ذاك بيفتحون المالتي فيرس بيجيبونه بيجي معاهم اسمنا بيجيبون بعد اللي هي مال اندرو غارفيل هذا واحد الاميزنج سبايدر مان اللي مو بهالدرجه اذكر اني جالس مع واحد من الشباب وطلع الخبر انه بعد بيجيبون دير ديفل من دير ديفل هو نتفليكس بس مو بنفسه ذا يوم يعني طلع الخبر كذا انا قاعدين ترى بنقلب فرادت قام يقول بيجيبون دير ديفل بعد قام يقول ايه الهندي مال البقال عندنا بيجي عيال الحاره كلهم بيجوا ما بقى احد قطاق الا في الفيلم هي الحركه اللي يسوون هذي تحس انهم ريسايكل قاعد يسوون ما فاهمين ايش يسوون بس انه خلاص ما في شيء جديد احنا الناس خف المفروض الشو دي خف انه يعني المشاهدات عليه ولا شيء الناس اوكي سبايدر مان نزل ما شنو يبون مثل ما تقول باص عليه يبون ادري بس انه يبون يسوون له شوي مره ثانيه يعني هم لهم الفكره انهم او ما عندهم شيء يقولون هم الفكره انهم يبون يجيبون تقريبا بعد اللي هي الميوتنز اللي هي الاكس مان ويا الفانتاستيك فور بس ذي اللي في مجرة ثانية ما هو في نفس المجرة بيستخدمون وشي سبايدر مان بعد تقريبا وان ديفيجن مسلسل مالها بتفتح المولتيفيرس بيستخدمون سبايدر مان بيجيبون سبايدر مان ثانيين وهذا الافتتاح والمفروض هذول ما يرجعون مرة ثانية هذا إذا ما بعد في كلام إنه يقول لك احتمال إنه بعد نفس سبايدر مان هذا بيطلع من اللي هي المارفل يونيفرس بيروح حق سوني يونيفرس بيروح حق فينوم خلاص بيسحب عليهم القصص دي تافهة القصص دي الناس انت ما بجوك ما بفهمين ايش يعني لدرجة ان سوبرمان متى يخلص شو الاشياء ما عندهم شيء يلا خلاص خلني ننزل الحين داخل جزء من شوي نزل بنت الحين جات من العالم ترى من يوم انا صغير وانا اشوف سوبرمان ما عمري شفت عنده بنت خارقة ما في خارقة نخترع قصة جديدة وتجيب بنت ترى موجودة من الكوميكس من زمان في اكثر من في اللي هو سوبرمان هو بنت وفي سوبرمان البنت هذه تعتبر بنت عم سوبرمان هذا الفيلم اللي عنده كلب خارق بعد احس انه ما كلب منهاش على حسب انت اي مجره على حسب اي كوميك بوك تقراه فيجي لك الاختلاف بس يعني انا في الاشياء دي بالنسبه لي عادي ان يجيبون الحين واحد مع ان ادري في الانيميز اللي ممكن موجودين بس بيجيبوا لك واحد الحين طلع واحد ولد عم النمر المقنع صار هو قوي في ذيك الفتره وهذا بيطلع بك عادي تخترع على شيء جديد الحين تطلع لك كذا وهذا ولد اخوه ده ما ادري ولده بيطلع ويعيش ويرجع مره ثانيه جالس اكلم جالس اكلم واحد من الشباب على النمر المقنع طلع النمر المقنع مصارع حقيقي في اليابان ما حد دق علي وقال لي لا هو حقيقي النمر المقنع ومشي على خطير لهالدرجه سوى له انمي بس الحين بتكمل يعني مثل بروسلي يوم طلع وما ادري شنو الحين طلع بروسلي بعدين طلع اوكي بروسلي يوم احنا صغار نشوف افلام حلوه الحين ايب مان ومن هو ايب مان ده هو اللي مدرب بروسلي وترجع قص وحين ايب مان ثلاث اجزاء الجزء الثالث اشوف فيه فيلمين الجزء الثالث نفسه في اثنين غير ما نفهم انا ايش السالفه ما ادري شلون وحين نزل رابع تقريبا ونفس القصة بس يجيبون نفسها يعني الحين الجزء الأول ذيلي دام أكشن موفي اللين الثانية والثالث خلاص شيب ومات شوي الجزء الثاني يرجع هو قبل احنا وانا اي لا ذي الأبلو ذي اللي هي يعني لا فلاش بوك ما ولا وكلها ما تقدر تغير شيء كلها يقول لك قصة حقيقية طيب وين الحقيقة الحين في أي واحد هو مات من هنا ولا ما لا تمشي على الأفلام القصة حقيقية قصة حقيقية في النهاية يطلع بس اسمه حقيقي ما كل شيء ما هو بحقيقي ما بلازم يعني القصة الحقيقية إنه صدق هو قابل ذاك في الصباح بس مقتله
اللي بيشوف الفيلم اسمه اي بي سبيس او مسافه مان اسم الفيلم. فيلم كم جزء جاء كثيره ما بفهم ايش القصه. هو حلو ما اقول لكم بحلو حرب. حلو بعدين قام يقول ما بستخدم الكاراتيل بعدين قام يطق ورجع وفتح الكونفو ما ادري ايش اسمها حقتهم ذي اللعبه. وفي نهايه لعبة. الفيلم في نهايه الفيلم يعني الجزء الثاني تقريبا في حرب مع بريطانيا الاحتلال البريطاني ما ادري شنو صار الحرب بينهم. في نهايه الفيلم في اخر جزء تقريبا ان جاء طفل صغير يبي يتدرب عنده شو اسمه قال بروسلي. خلص الفيلم قصه بروسلي تبدا الحين يعني قصص حقيقيه يعني راح نبدا. واقف ما انا اللي ادري عنه مو هو الممثل نفسه اللي مدرب بروسلي. لا هو الممثل نفسه هو ذا الشخص شايب ذا شباب هذا اصغر من بروسلي. انا خبري الممثل اللي مثله هو اللي درب بروسلي. علي انا اللي جيت اتكلم عن الكاركتر اتكلم عن الشخصيه في الفيلم مالي شغل هو جنسيته ولا عمره في الحين بالوقت. انا اتكلم القصه دي نفسها هو في ذيك الفتره مالي شغل في الشخصيه يعني الحين الشخصيه دي الفيلم سواه قبل 3 سنوات بروسلي شو من مات يعني اقول لك شلون يصير ذاك من زمان ما هم يتكلمون عن التاريخ الاول ذا الشخص جاء اوكي انا ما بهالدرجه مع الفيلم ذا مالك لانه هو على انه يعني دم اكشن موفي عرفت اللي يعني مهم ما في بلوت كثير بس الله ما يعتبر طق وخناق يعني كل الناس يحبونه حلو طالع عشوي منه مو بلازم تابع واجد. وما ادري عن شغلات كثيره بس انا اللي سمعت ان الممثل ذي يمثل اللي تدرب بروسلي ذاك اسمه رجل خطير تاريخي معروف. والممثل ذا علي ما ادري شلون تفكر احس علي الممثل ذا يمثل الشخصيه في الفيلم كامل. ايه؟ وهو شخصيه في الفيلم كامل يعني ذا الشخص مات. ايه؟ الشخصيه الحين سوى شخصيه نفسه وهو على يعني الحين سوبرمان الحين لو انه سوبرمان ما في شيء حقيقي انت شو تشوف شيء حقيقي عطني شيء حقيقي. The Wire لا ما بحقيقي. ما. علي اللي جيت أكلمك مثلاً الحين جو سووا فيلم تاريخي. فهمت شلون؟ عن مثلاً عنتر مثلاً سووا عن عنتر. أجي أقول لك كذب أنا ذا ما بعنتر ذا هو يمثل عنتر. إيه. لا واقف دقيقة صح كم القصة ما درجة لا واقف علي النقاش اللي بيني وبينك دقيقة كلامك انت اوكي كمل خلاص. اللي بعده طبعا صار في نفس اليوم بلشونا اذكر قاعدين نشوف جيم اووردز وواحد من الشباب يقول ديزني قاعد اعلنت عن خرابيط. طيب الجيم اووردز لاست اوف اس بارت 2 فازت بجيم اوف ذا يير اوكي كانت ضد جوست اوف تشيما. لاست اوف اس اللي نزلت قبل 4 شهور تقريبا من كم لاست اوف اس بارت 2 ضد جوست اوف تشيما ضد وشو دوم إمورتال. طيب ما عليه بس هي اللي فازت في هي اللي فازت انا عن نفسي تتوقع لو انه معطين هذا الجيم اوف ذا ترى فيها كان الحين فاضى ترى الموضوع كان جيفرسي وكل شيء فاضى ده الجيم اوف ذا وورد ده جيم اوف لو انه معطينا 3 شهور قدام لعبه السنه ما ادري شنو لو معطينا 3 شهور توقع تخش سايبر بانك هي المكانة؟ كانت بتدخل ما عندها وقت بس انا لو كانت بتدخل يوم الريليس مالها الشهر اللي راح كانت بتنحسب بس بسبت انه حرفيا نزلت قبل الجيم اوورز بيوم خلاص قصاها قل لك يعني السنة الجاية هي توقع هي لو دخلت تفوز على ذا لاست اوف اس ما ادري شو اسمه لا لاست اوف اس والله ما اتوقع لعبة خطيرة ذي خطيرة جدا جدا سايبر مانك بس ما تاخذ مشاكل ما تاخذ مكان للاسف لا يعني مش الفوز في اللعبه دي في الجيم الحين في انت ما تدري عن الجائزه دي هل يتكلمون عن مشاكل اللعبه ولا ايش ما تدري عن ما تدري عن الجاجز يعني ايش نسبتهم اللي يحكمون ذي اي بس حكما يعني من كوجيما منهم كوجيما تعرف حركه اللعبه مو بلازم تصير اكشن وذي تعرف شغل تبع الافلام تعرف اللي يقول لك لا الزاويه ما هو بعدله في التصوير لازم الكونتراست نزل شوي ارفع الديتيلز غمق الخلفيه شغلات كذا الدقيقه اللي زيد على اللزوم فيمكن يخليها تفوز يقول لك مبلغ حتى لو خربانه. طيب سايبر بانك 2077 سوني هذا شيء كبير عشان اعرف ان اللعبه خربانه اللي سوني اعلنت سوني تقدر الحين ترجعهم عادي رفع قضية عليهم ما ادري شنو رفع
سوني ما ترجع لك أي شيء من الستور إلا برفعة قضية. إذا توافق ترجع بآخر لعبة ووافقت ترجعهم أنثم. أنثم خربانة، سوني قامت تعطي ناس بلايستيشن 4، لأن إذا شغلتها في احتمال كبير إنه يخرب البلايستيشن 4 مالك، يحترق بس كذا، خربانة اللعبة ما تشتغل كلش. كيف اللي فيها شو إشكال؟ ما أدري فيها. مثل اللي قالك إنه يحترق البلايستيشن 4، يعني فيها حاك. ما يحترق، يحترق يطلع نار بس يخترب خلاص. ما ليش يخترب؟ كيف دخل في السيستم؟ ده فايروس، ده مو بلعبة، ده شو إشكال؟ ما أدري. هذا شو بعد؟ موجودة بالنت، وذيل أول ما نزلت خربانة بكمبيوترات يخربون. في شيء بالكمبيوتر ممكن تخش في السيستم ولا شيء تخربك، بس إنك اللعبة خربانة تخترب اللعبة. يخترب جهاز اللعبة. عادي في بعض يعني نسب قليلة جدا في العاب تصير إنه يخترب الجهاز في الكونسولز. عندكم أنتم شيء ما أدري. أوكي. أخ يعني هذا اللعبة ذي قامت تخرب أجهزة وما تشتغل. هذا مو مش سايبر بانك، مو بسايبر بانك، أنثم قامت ترجعهم سوني بعد الفوضى كلها هذه. يعني سوني ترجعهم، عرف انه يعني شيء كبير. سوني ما ترضى ترجع دراهم، تاخذ دراهم وترجع. فسايبر بانك الحين اللي بسوين ذي الحركة بس على الجلتشات اللي موجود في اللعبة الحين، بس هذا اللي بتترجع ولا شل؟ لحتى الآن يعني ما في كلام انه في أجهزة اختربت من سايبر بانك. أغلبها يعني أنا عارف بس كلها جلتشات في نفس اللعبة. ونزل تحديث، نزل 4. طيب قاعد يقل الخرابات يعني حبة ورا حبة تقل الخرابات. طيب. يعني يعني أكثر ستيبل. أكثر الألعاب ما توقع أن بتنزل لعبة 100% عادلة على طول البداية، خصوصا من كبر هاللعبة، فشي طبيعي أحس أنه بس مو لهالدرجة، خاصة في إذا تلعبها على كم واحد طورها؟ 4 ولا 3 أشخاص؟ تقريبا قريب 500 500 12 سنة مدري كم جالسين يطورونها. طبعا وهم جالسين يطورون قاعدين يسوون هايرنج، يعني يوظفون، فهم جالسين يكبرون، هم قاعدين يطورون. طبعا اللعبه في الجنريشن القديم بلاي ستيشن 4 وهذه تعبانه جدا 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 جدا. هذا يقول لك ليش ترجعهم؟ تسوق السياره اذا عندك اكس بوكس، يعني اكس بوكس اس ولا اكس بوكس 1 العادي اللي هي الفات، ولا بلاي ستيشن 4 ولا 4 سلم، تشغل اللعبة تسوق في المدينة، المفروض انها تصير يعني اللعبة تمشي على حوالي 30 فريم، تشتغل من بين في البلاي ستيشن 4 ما بين اللي هي 900 الى 700، 900 بي الى 720 بي. والاصل كم تشتغل؟ 30 30 فريم. اوكي. هذا اول جنريشن طبعا. وفي الاكس بوكس بعد يعني الاوريجينال 900 بي، تسعه تكلم عن ريزولوشن. ريزولوشن. طيب وش يبون يعني 1080 ولا دقيقه؟ هذا تشتغل على هذه و30 فريم، تسوق في المدينه من 30 فريم الى 15 10 كذا، اللعبة تقطع بقوه. طيب هل المشكله ذي يعني هو من نفس اللعب، مش من مشكله من السبيكس حق نفس من الجهتين؟ اللعبة قوية جدا على الأجهزة القديمة، خاصة إذا ما كانوا المطورين اللي هي سيريز إكس، الإكس بوكس إكس والبلاي ستيشن 4 برو، ولعبة خربانة، قوية وخربانة. أوكي. قوية وخربانة، ومثل ما قلت لك تلف بعض اللفات اللعبة توقف 3-4 ثواني حرفيا، تدخل يعني جان فايت ما جان فايت، قاعد تطلق ولا شيء، الفريمات تطيح للأرض، تطيح 10 شغلات كذا، تشوف كل فريم دروب. هل دي واجهتك في البلاي ستيشن 5 برضو؟ أنا جاي لك يعني في البلاي ستيشن 5 مثلا، واللي لعبته أنا اللعبة كلش خربانة. يعني أي أحد عنده يعني اللي هي الأجهزة البلاي ستيشن 4، بلاي ستيشن 4 سلم، إكس بوكس إس، إكس بوكس 1 اللي هي الأوريجينال الجيل القديم، لا ما بس الجيل القديم، الإكس بوكس 1 أوريجينال القديم اللي هي الفات اللي يسمونه VHS لا يلعبها للأسف. يعني جدا يعني تعبانة جدا، تقدر تشغلها بس مو بتاخذ يعني أي بلازنت، مو بتريح، تعبانة جدا جدا اللعبة. وهذا قبل التحديثات وكل شيء، استنى التحديثات يمكن على الأقل تصير ثابتة، أصجنها معفنة شكلها كلش، تعبانة جدا. بس لو عندك مثلا برو بلاي ستيشن 4 برو ولا اكس بوكس 1 اكس وفوق، اوكي تمشي اللعبه، ما تقول لك شيء. في الاكس بوكس 1 اكس والاس
وال1 اكس والسيريز اس والسيريز اكس. علي تكلم عن الجيل خلاص. اي هذا لا لا مب... اذا اقول الجيل القديم يحسبون ال1 اكس. اي خلاص قل الجيل القديم بدون ذا الشيء عشان تسرع الكلام. ال1 اكس والسيريزات الجديده فيهم مودين في بيرفورمانس مود وكواليتي مود. طبعا يزيدون اللي هي تربن الشادوز ديتيلز يحطون كروما سب سامبلين يزيدون طيب. اللي هي البوست بروسيسنج. الكواليتي مود يحاول يسوي لها لوك على 30 والبرفورمانس مود يحاول يسوي لها لوك على 60. البلاي ستيشن ما في بلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 4 برو. اوكي جاي لك انا بالخير. البلاي ستيشن 5 يشغلها على نسخه البلاي ستيشن 4 برو. بلاي ستيشن 4 برو يسوي بعض الدروب حق الفريمات. طبعا يشتغل تقريبا على 1114 وشغله ماشي بي. بلاي ستيشن 5 بلاي ستيشن 4 برو لانهم فل اتش دي لانهم اللي هي بالباك جراوند كومباتيبلتي فل اتش دي. اوكي ويسوون لوك حاولون يسوون لوك على 60. البلاي ستيشن 5 تاع صعب عليه يسوي لوك حق 60. 4 برو قصدي يسوي لوك حق 60 بسبه اتوقع انا بسبه اللي هي الاس اس دي وهالاشياء. لا بسبه السي بي بالضبط. السي بي السي بي متعب الموضوع عندهم. السي بي مو بالبلاي ستيشن 4 شنو ما له دخل في اللوك 60 على الاس اس دي في القراءه حق اللعبه. لا دي حق الداتا ستريمينج جاي لك. اللوك الجاكور كورز الموجودين في في الاولد جينيريشنز تعبانين جدا 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 تعبانين ما يقدرون يستحملون خاصه على البي سيز في الاختبارات. انا اللي اتمنى الالعاب دي اللي قاعده تنزل الحين خلاص بلاي ستيشن 4 يوقف. نزل لي كوره هناك نزل لعبة سبايدر مان خفيفة قديمة شوي ده. اوكي الالعاب دي الجديدة هو المشكلة هو ليش ينزل المشكلة انها بدأوا يشتغلون عليها بلاي ستيشن 3. يعني نزل لي بلاي ستيشن 3 ليش تنزلها على فورجا دقيقة. لا ما بلسي او يعني تكنيكلي بدأوا فولي يشتغلون عليها من 2013 2014 يعني هم نزلوا اللي هي لعبتهم اللي قبل الويتشر. وعلى ذاك الوقت كان عندنا الجيل اللي هو الحالي او الجيل اللي راح بلاي ستيشن 4 3 ولا 4 اوكي لأن 2013 نزل 4 فهي المفروضة تنزل على بلاي ستيشن 4 بس أهم اللي هي سي دي بروجكت ريد من بدايتهم كانوا شركة تطورون حق البي سي بس فهم دققوا على البي سي مدة طويلة وسحبوا على الكونسولز وتوهقوا بعدين بعد ما حطوا كل التكنولوجيز الجديدة. طبعا كانت المفروض ري تريسنج ما فيها لأنه ما في شيء يسمونه ري تريسنج على ذاك الوقت. كلها اللي هي ما بهاردوير كلها سوفتوير يعني تشغله خلاص ياخذ 60% ولا 90% من قوه الكرت الشاشه مالك ما تقدر تشغل شيء. فريتشيسنج ما كان فيها شغلات كثيره ما كانت فيه دايناميك ريزولوشن ما كان عندنا على ذاك الايام. طيب اوكي معلي بس الحين يوم نزلت اللعبه ركلمك هذا الموضوع ان المفروض انها تنزل على عن الاوريجينالز ما في حتى المطورين اللي الاوريجينالز تنزل على البلاي ستيشن 4 يعني بي اس 4 المفروض كانت تنزل على بلاي ستيشن 4 اوريجينال الأساسي بس هو قدوها كل ما ينزل جيل عدل 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 هم ما تأخروا جدا والتحديثات نزلت أجهزة جديدة وقواها في البي سي زيادة وما أدري وش وبعدين ما توهقوا وما في إلا أنا أشوف إن الألعاب ذي القوية ما أتوقع إن في شخص راح يشتري بلعب بلاي ستيشن 3 عليها ولا بلاي ستيشن قصدي بلاي ستيشن 4 عليها. اللي بيشترون هذه الألعاب موجهة حق الأشخاص اللي يبون تلقى ناس بيشترون بلاي ستيشن 5 عشان يلعبها فهي ذي موجهة حق القوة تبي ألعاب خفيفة وفي ألعاب خفيفة في ناس كثيرين يبون يلعبونها. انا عن نفسي لو انه ما كان مدين يمكن اشتري بلاي ستيشن اللي هي 5 وطلعت الريزولت كلها ان اللعبه خربانه وكل شيء وهذه بتوهقت يمكن اشتري بلاي ستيشن 4 برو لان بلاي ستيشن 5 مو موجود في السوق. انا عارف اشتري بلاي ستيشن 4 برو بس دام نزل الجهاز الحين موجود واللعبه ومتى نطور زين القصه ذي الفلوس دي يعني في شركات مثل اللعبه ذي ما اتوقع انها بتكون شيء سلبي عليه اذا ما نزلتها على الفور. ما اتوقع ان هم يعني السلبيه هم عادينهم تنزل على الفور من يوم يومها وفتحوا البري اوردر لها الحين تقريبا قريب السنتين نشوف. اوكي هم توهقوا. انا عارف متوهقين. وثاني شيء هذه كل هذه مشاكل اللي هي المانجمنت اداره مشاكل اداره لان المطورين طلعوا من زمان وتكلموا وقالوا يقولون والله شغالين على سابوي كامل تحت المدينه وقصينا. هذا عيبهم انهم يتكلموا هم يقولوا شغالين على سابوي كامل وقصينا. ليش قصوا؟ قام يقول ما عندنا وقت. ليش ما عندنا وقت؟ في الالعاب الثانيه تشوفوا مثلا المطورين مثل اشرف اسماعيل راح فيه الولد اللي يسوي سيسكريد هو يطلع يتكلم يقول ان عندهم فكر
ما يقومون يسوون يشتغلون عليها لان خلاص ما فيه وقت، يحطونها في الباك بورن فمشان اللي يحطونها في ملفات وذيلي ويرجعون لها بعدين في العاب ثانيه في اجزاء ثانيه. ما يجلسون يشتغلون على شغله كبيره جدا مثلا سابوي تحت المدينه كلها بعدين يقصونه. ليش؟ لانه ما عندنا وقت، لازم نخلص اللعبه. هذه الشغلات دي المهجتهم تطوير اللي هي تزويد سيارات، شغالين على تزويد سيارات قصوها. اوكي قصوها، شغالين عليه، اشتغلوا عليه، سووا شغل عليه وقصوها. يمكن ذي الشغلات تنزل كتحديثات بعدين تنزل ك فري دي ال سي ولا بيد دي ال سي ولا شيء، ولا ياخذون يسوون بيد دي ال سي. بس هم شغالين على شغلات كثيره وهم توهقوا انهم يبون ينزلون اللعبه. اوكي فالاداره مالتهم لازم يعني لازم يعدلونها ويشتغلون عليه. الاداره اصلا تقريبا سوى اعاده ترتيب حق الاداره بسبب الفوضى ونزلت تقريبا كم 30% صمم فوق، نزلت 30% سي دي بروجكت صمم. دخلوا ذهب، اوكي دخلوا ذهب، دخلوا قيمه اللعبه قبل ما تنزل، بدات رباحها صارت اللعبه. اوكي انا عن نفسي في البي سي في البلاي ستيشن 4 الالعابها امورها طيب يعني نوعا ما. لوك على 60 البيكسلز دائما في الهاي شوي، الاضاءه ان ديناميك ريزولوشن زي هي وهي دائما يعني دائما فوق، لان تكنيكلي انا مشغلها على بلاي ستيشن 4 برو وانا اقول بلاي ستيشن 4 برو بقوه. الاضاءه تعبانه، تحتاج ري تريسنج، تحتاج يعني اعاده تعديل. ال بوست بروسيسنج تعبان، انه يظل شغلها البلاي ستيشن 4 برو طيب. والسي بي يو مال بلاي ستيشن 4 برو. الداتا ستريمينج والجرو ديستنس تعبانه جدا، وانا امشي اشوف شغلات ترسب اشوف شغلات تطلع ليش هارد ديسك. السيارات والاوادم في تقريبا في الشارع قليل جدا، ليش؟ ضعف الاجهزه القديمه وفوق هذا كله الهارد درايف اللي هي ماب اس اس دي اللي مشغلها مشغلها على اني انا بلاي ستيشن 4 برو. فيه مشاكل كثيره نوعا ما ما بعجبتني انا. طبعا طفي الجرين فلتر من الاعدادات وطفي اللي هي الموشن بلور، يساعد في البلور اللي بس المشكله انه دائما. طبعا انا الحين كم 14 16 مره اختربت علي لعبه طفت بس طفت كذا. وكل مره تصير لازم ادخل الاعدادات وارجع واروح واحول اللي هي الساوند مود من اللي هي تقريبا تي في الى هيدسيت، واروح حق اللي هي الجرافيك سيتنجز وش ذا، اروح حق الجرافيك سيتنجز واطفي الفيلم جرين واطفي الموشن بلور كل مره. طيب كل مره. طيب عندك شيء ثاني على اللعب ولا ايش؟ خطيره. اوكي خربانه. شوف خربانه ما انكر انها خربانه بس خطيره. السايد ميشنز كانهم مين ميشنز والمين ميشنز كانهم سايد ميشنز. ما في شيء. الالعاب مش المهمات الثانويه كانت المهمات الاساسيه. طيب بس الجيجز، هذا الجيجز تقريبا هذا اللي كان مهمات ثانويه في الالعاب الثانيه. الجيجز الصوت شنو كيف ممكن؟ طيب الجيجز هذه نفس تقريبا المهمات الثانويه في كل الالعاب الثانيه. الجيجز يعني راح اقتل واحد، راح اجيب شغله، راح هذا الجيجز اللي تعطيك دراهم بسرعه وسكيلز وذي تربعه ولا تعطيك سكيلز وهذه بس يعني هذه الشغلات السريعه جدا. بس المهمات الجانبيه هذه بالحالها مهمات كامله، لها قصص، لها اركس، لها ناس يموتون ويرجعون وكل شيء. فوالا انا لي تقريبا 4 ايام انا العبها ما لعبت الا كم مهمه اساسيه. اوكي لي يومين وانا موقف العب مهمات اساسيه، توني اليوم ارجع العب مهمات اساسيه. طيب عندك شيء ثاني نتكلم عنه؟ لا. طيب ننتقل لكم نتكلم عن جالكسي، لان احس خلاص على الاسبوع الجاي اسبوع لا بعد اسبوعين لازم نتكلم عن زياده. بس الجالكسي هل طلعت اخبار عن ذا؟ يقولون لك ان المعالج حقها بتنزل شيء جديد. لا الحق بعد يعلنون عن معالج جديد عشان يحطونه في اي مش معالج هذا يعني 1080 ده يعتبر مو ب 1100 بينزلون يعني ولا شنو؟ والله ما ادري. انا مثل ما قلت لك توقعي حتى لو نفس الشيء انه يمكن يحطونه على النسخه الرخيصه، يعني نوعا ما نفس الهاردوير بس شاشه اصغر. يعني مثلا يقول لك يشيلون كاميرا يغيرون المعالج ويغيرون المعالج. ما احسها صعبه بس انه يكون معالج ويحطونه بنفس الاسم. طبعا في اخبار دقيقه يحطونه بنفس الاسم والناس يروحون اوكي ذا الاس والاس وش الاس
الهين اي ما سامسونج خلاص بشتري لي اس ار اس رخيص هذا السنه. اهم حركه ان يعني شوف السنه راحت سووا حركه ان نزلوا مثل النوت بلاستيك ما مشى الحين بيخلونه اوكي لان ما حد دقيق لان لان شنو لان ما حد ينكر ان مسكته رخيصه سعره غالي سعره غالي ما ادري ليش مرخصين وشاشه يعني. مقارنه بال يعني الثاني لان كم ذاك 120 هرتز وذي الحين 60 هرتز ما ادري ليش اصلا هالقيمه بس انه انا اصلا انصدمت من السعر قمت اقول اوكي حاطين بلاستيك نزل السعر تخيل ابغى تسوي ذي الحركه لا ما سويته الحين لا ذيك الفتره رخيص اي ذيك الفتره لا بس اوكي عبال تقدر تسوي لك الحين جهاز مثلا بتشتري تسوي لك جهاز يبقى 400 دولار بلاستيك لا حد ينزل في الكومنتس يقول ما تكنيكلي ما هو بلاستيك هو بولي كاربونيت بلاستيك ما بلاستيك كربون فايبر بلاستيك تعال تخنق معي ما علي من هالاشياء بس انه يعني الجهاز مسكته بلاستيك وبهالقيمه ليش؟ يعني لو ابل تسوي ايش تسوي الحين؟ ايش يسمون لها؟ تنزل الجهاز بتنحرق مثل ما صام مثل ما سامسونج حرفيا ما بدك الدرجه ما حرقها والله كلبتين وسكتوا لو بيحرقونها يحرقونها على الاشياء اللي تشيل الشاحن وركب الشاحن وقل ما ادري شنو دقيقه حرقوها واغلب الناس اغلب الريفيورز اللي يقولون انا ما ادري من ذا هذا لا بهالسعر هذا اذا نزل سعره طبعا كل الناس يدرون انه بينزل سعره بسرعه ما حد بيشتريه اصلا فسامسونج بتحط عليه خصم بسرعه إذا نزل سعره بيصير شكل خطير يعني بيصير يعني ممتاز جدا على نزل سعره إذا وصل لأنه وصل تقريبا ل 700-600 أنا معني إن السعر إنه ينزل إذا السعر ينزل هذا جهة ثانية إهانة للإسم مع حتى لو تنزل إهانة للنوت كلمة نوت إذا كنت تبي ترفع النوت أنت هنتين كذا بتكنسل ثاني شيء وين وفرته الفلوس ما في شيء بوقة هي ما في وين وفرته الفلوس غسلة موال هو الموضوع يعني غسيلة موال هو الموضوع ما في يعني أوكي شاشة 120x60 أوكي هذا أرخص بلاستيك شاشة أصغر بطارية أصغر حتى تقريبا شاشة هيتسينك ما هيتسينك ما في 80 رزولوشن 1080 وتقريبا داخل ما في كابر ولا في هيت سينك ولا في شيء ولا تبيع ب 400 لو انك منزله يعني تنافس بمثل ايفون اس اي تكون منافسه قويه لحق الايفون 12 ميني الحين اوكي بسعر رخيص اوكي احط الومنيوم زين نزل قيمته ب 450 دولار مش يبيع هنا أوكي. ما حد يقدر يتكلم أوكي. هنا في ذا الوقت ما حد يقدر يتكلم عن السعر اوكي بس انه بلاستيك او على الاقل بلاستيك محترم لان يعني المشكله الكبيره انه ما يحتاج اصلا تروح تمسك اصلا بس يرفعون كل الريفيورز رفع على المايك يعطيك ضربتين من كذا خلاص بعض الاشخاص يقول لك مثلا الحين يجون يكلموني عن خلصنا ما داخل ننتقل لكم الحين هذا الابل للهيدفون اكلمهم انه ده الومنيوم في ستاينلس ستيل هذه بلاستيك انا ايش اسوي فيه بلاستيك ايش اللي استفدت مني اذا كان بلاستيك ولا الومنيوم أجل أنا لجيت أهدي مثلاً زوجتي لجيت أهديها قلادة بلاستيك ليش تبين ذهب ليش الأشياء خذ ورق A4 يعني الماتيريالز هو قيمة الجهاز يعني أنت بتحط شيء لازم تفرق بين الذهب بين النحاس بين الألومنيوم بين ستاينلس ستيل ده أقيام تزيد على الجهاز أنت ما تحس بفرق هم هذا السعر ليش الشركات حطوا ليش انقلبنا خلينا نرجع بلاستيك كل الجوالات انت بالنسبه لك ايه نظرتك انت الحاله لازم تجي على اشتري لك النوت البلاستيك وخلك عليه في افاءات ثانيه بلاستيك ينزلون اندرويد في لازم رخاص تجلس عليه عادي بس ان العالم متطور وجهه ثانيه يعني مستحيل ان الحين تشتري لك تخيل الحين تروح علي تشتري لك بنتلي تركب فيها قماش كانك راكب كراسيده ولا قديمه في كل شيء اذا قماش كراسيده ترى لك مش الكرسيده الخطير يعني تخيل انت تشتري لك السياره ولا تشتري سياره بلاستيك داخل سياره غاليه كذا ما من اكبر شوف هي ليش السياره غاليه ماتيريال حقتها الصناعه حقتها ما اغلب الناس اللي يجيبونها طبعا لل ايش اسمها مرت مرسيدس ماي باك اللي يجيبونها ماي باخ طبعا ضد اللي هي بنتلي موسون ضد الروزرايز جوست بس دخليتها طبعا هم هناك يعني ما هم احسن منهم انا عندي بس دخليتها
في هذا مال الكاب هولدرز في بلاستيك في ما ادري وش تعرف تحط ايدك انك تسوي سرقه وهذا يتكلم عنها الناس يتكلمون عنها يقولون لك اوكي هي في الاس كلاس لان هي مبنيه على الاس كلاس نسخه الاس كلاس اوكي بمشيها بس في الماي باخ او الماي باك ما مشيها صدق انها ارخص من اللي ضدهم بس تظل لازم نقارنها باللي ضدهم صدق انها احسن من اللي ضدهم يعني كعزل اللي هي ركوب كراحه احسن من اللي ضدهم احسن من الروز بس لا شال ماتيريالز تقارن بس يظل الروز رايز احسن منها كماتيريالز فهذا المقارنات بالاشياء دي جلستون الحين على طبعا مو بكمل كثير بس بجيب لكم هنت كذا خفيفه ما علي اتكلم انا قاعد اقارن او قاعد استخدم سوني الام 3 دي السماعه في شيء واجهته انا ممكن في العدلات اقدر اطفيها ما ادري تقول قاعد اطفيها اني كنت لابسها جالس مطفي العزل نزل العزل كثير وانا اكلم واحد شوي طلعت برا تطلع نغمه ترلن يشتغل العزل يطفي ترلن يطفي موجود في الاعدادات ولا طفيت شنو ايش يسوي اذا طفيته موجود في الاعدادات هذا ما يتكلم هو بس ترلن اي هو موجود في الاعدادات اوتو وانت قاعد تسوي سيت اب ذاك اليوم لو تحك شنو هذا اذا كنت تمشي هو يعرف اذا كنت تمشي يشتغل يطفي اذا كنت في البيت يشتغل ولا يطفي وهذا اذا انا محط العزل انا حط حطه اول ما سويت سيت اب انت يمشي حطيت تطبيق وافقت عليه شفتك توافق عليه تقدر تطفي انا مطفي اللي هو شنو نسيت والله شو اسمه شو يسوي اذا تقدر تحط نقطه في البيت تقول له مثلا هنا يطفي اذا امشي انا يشتغل اذا كنت برا تسمع صوت سيارات تسمع صوت هواء اشتغل شغلات كذا يعني احتياطا اوتو مثلا انت من الناس اللي مثلا عايش مدينه كبيره من نيويورك لا تلبس السماعه وتطلع برا تمشي بالشارع لا تنصدم فتطلع برا خلاص هو يسمع صوت سيارات يسمع صوت هذا ولا ولازم يطلع صوته ويفصل المكالمه يوقف المكالمه وما يسمعني الكلمه يبين يرجع ما ادري اللي يفصل انا قاعد اتكلم يفصل ما سمعك لين خلص ترن يخلص بعدين يرجع ما دريت عنها وانا اللي تفاجأت ان الصوت تك 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 بلاستيك ينسمع في المكالمه يسمع في المكالمة خارج على الكلام يقول يا أسمع يقول أسمع ما طيب بس وش خل كم وش اللي زين مايك كواليتي إيش كم يقولها ما كلمت عن الكواليتي ما كلمت عن الصوت يعني ما جبت الطاري لكن نكمل معها أحسن اختبار حق المايك كواليتي شغل لا أنا بسجل فويس إذا يسجل الفويس وبس هذا نشوف قدامي فا أوكي الأشياء القليلة بتكلم لكم عنها برضو فتحة الأذان من اللي مسويه مصممها يعني أذان يا ما أقول لك لكي طبعا لهي كبيرة في متوسطة ممكن تحت المتوسط شوي كذا اللي جيت أركبها لازم أدخلها من هنا وبعدين أركبها كذا يعني تحس الفتحة جاية كذا على الـ على الـ على الـ فتحة الأذن بس بالضبط الدوائر يعني داخل الأذن تحس إنه فت علي بالضبط أنا ولازم أدخلها يعجبك كذا لا أوكي فت علي بالضبط أنا غيري كيف اوكي ادري انها صغيره أيه. في ناس في عندك السانهايزرز نسيت والله هذه اللي كانهم ايك شيء انا بوز اللي عندي ممتاز يعني ليش تركبها ركب على طول دي لا تركبها حس احيانا تصير على اذني لازم مؤخرا شوي ارجعها عشان تخش ما ادري عنها انا اذني اصغر من اذنك ولا ما ادري عنها بس المهم ما ادري كيف ان جايبينها بالضبط احس ان على سايز واحد كذا في الوسط وهو المتوسط حق قايسينها على الاسيويين انهم على السوري ما ادري شنو في الوسط جاي بس اوكي عندك السانهايزرز بعد هذه اللي شكلها كانها بيضة هذه عند كل الريفيورز كل الناس يقولون انا كنت ابي اشتريها بعد ما صوت ممتاز ايش قيمتها على هذا القيمه 200 وش تقريبا في النهايه عندها اللي هي قلب مثلث بقوه فكل الناس يقول لك يشتكي انه يضغط على ابني من تحت لان فوق مفتوحه وتحت يضغطون من هنا لان شكل مثلث في النهايه ففوق مفتوحه وتحت تلمس نشوف احنا قدام شلون بيصير والاشياء نشوف يعني الى الان ما في ريفيورز لحق ساعه سماعه تابل انا بكره راح تكون عندي وقت مشاهدكم الفيديو هذا تكون السماعه موجوده عندي فنبدا مراجعه لها ونشوف المقارنات لو بقارنها هذه ممتازه ما اتوقع ان في شخص يعني النويز كونسليشن اللي فيها ما اتوقع ان في شخص بيشتري السماعه غير النويز كونسليشن هذا اول واحد او هذا المين بوينت او الخيار الاول تكلم عن السونيز ايه والسماعة دي تشتري حق هذا البداية طيب لا انا احس اتوقع ان بوز اللي بيشترون بس حق نويز كانسليشن بس او الكوايت كومفورت مالك بس حق نويز كانسليشن
هذيك ممتازة. أو حق أو حق سفر بس. إيه هذا هذيك ما لاحظت فيها أي شيء يعني في الخراب ما الخراب ولا أشياء ولا في الصوت قوة الصوت قوة المايك كانت فاجأت فيه برضو يعني في القديم يمكن حتى بذي اللي عندك إنه حتى لو طلعت برا أسمع صوت الإزعاج عندي لأن يشتغل المايك والسنسر اللي داخل علشان يعزل الصوت لحق اللي أسمعه ما يسمع الأشياء هذه ممتازة فيها. أنا أول ما شريتها أصلاً كنت في اعتقاد يعني شريتها في 2016 كنت في اعتقادي ان كيف راح يصير الصوت قوي وممتاز فيها. اذكر كان اول ما شراها دكتور محمد قاسم كتبت له انا دكتور محمد قاسم كل الاشخاص يعرفونه كتبت له انا قلت له كيف الصوت عليها في المايك فقال لي مضبوط في المايك والاشياء شريته انا عشان ذا الشيء البدايه مع اني كنت اقدر اروح اسوي لها ريفيو اقدر اروح اشوف اشياء بس قلت خل اخذها من دكتور الكويتي فاخذته والله هو يعني انا ما كنت ابي من يمدح لي الصوت لان العلامه خلاص ما بدل العلامه بكل شيء شنو لا العلامه في الهاي اللي مسوين والاشياء والريفيو اللي طلعت اصلا انا اول شيء العلامه بوز ما راح تطيح نفسها خصوصا في الكيوت كومفورت هني شال دي ثانيه ما محمد تذكره محمد البواير اللي عنده كيف العادي فهذه مستحيل راح يسوي يعني مطلوب مستحيل تطيح نفسها وشفت الريفيو حقها وما في افضل منها ذيك الفتره الماتيريال حقها اوكي ممتاز هي هي حرفيا ما ادري والله كان في نويز كانسلنج قبلها في مالت محمد بس واير لا اذا ما خبضني سوء بوز نفسها هي اللي تقريبا هي كانت تملك اللي هي الحقوق ما اقدر اقول لك ده بس هذا اللي شريتها وماشي معي يعني شبه يوم يستخدمها ما انزعجت منها اي شيء يمكن الشيء الوحيد اني لجيت احطها صغيره مره فكم تحطها كذا تركبها هناك حطها على راسي من فوق مع الحرف الام هنا حتى مدرسه عندنا في الجامعه ميكي ماوس بيقول لي تمين حطها كذا على طول هنا لبسها هناك الماتير حقها يعني دفعتها شريتها 350 تقريبا ذيك الفتره اعطيك في السعر حقها الومنيوم يعني ذا اللي هنا صج فوق بلاستيك الايركب نفسه بس الالومنيوم فوق بس هنا بلاستيك خفيف اللي فوق قماش مع جلد يعني ما في الا قطعه واحده بلاستيك في الجيم ماشي ممتاز المايك حقها ممتاز انا بطارية ما انزعجت الى الان استخدامي انسان متوسط يعني في السماعات الى الان ولا سماعه استخدمتها اشتكيت من البطاريه حقتها استخدامي طبيعي استخدمها يعني اكثر شيء يمكن اكثر شيء هي ذي اذكرها انه مره من مرات يعني مره من مرات وانا استخدامي لها شحنتها بعد اسبوعين هذا اسوأ شيء في الاستخدام الطبيعي اللي عندي اسبوعين شحنتها لا استخدم طبيعي انا اللي جيت احطها اشغلها استخدام طبيعي مالك هذا يعتبر في ناس ثانيين ما يقولون استخدام طبيعي انت بالنسبه لك انت مثلا انك تجلس في البيت مشقلها وجالس حاط ودنك عليها وجالس تسمع فيه في البيت ومشغل نويز كانسليشن وجالس فيها تطلع من الغرفه للحمام برضو لابسه ومشغل نويز كانسليشن ترجع هنا تجلس 6 ساعات 7 ساعات اذنك ما تشيلها من لا انا مستخدمه كذا انا استخدمها مش كذا مثلا البسها اطلع من هنا مثلا اتمشى لين الجامعه اوكي في ذا الوقت النويز كانسليشن ما اشغله في ذا الوقت اطفيه واشغل الترانسفير مود ما فيه ذيك الفتره بس اطفيه ليش علشان انا امشي في الشارع نادر اشغله لانه ما ادري في الشارع وانا قاعد امشي واحد بيناديني صار شيء في الطريق لازم ما بوقتها في الاستخدام هنا لجيت اسوق السياره ممنوع البسها فما البسها داخل في الجامعه ما شغل نويز كانسليشن اذا كنت تمشي جلستي جالس حط اللابتوب حط كل شيء جالس على طاولتي وانا جالس في مكاني ما حد يتحرك اشغل نويز كانسليشن واجي استخدمه نويز كانسليشن حق اماكن محدوده انك انت ما عندك يعني عندك الكنترول على نفسك في ذا المكان هذا النويز كانسليشن الطياره استخدم النويز كانسليشن هذه الاوقات المحدوده اللي استخدمها السماعه حقتي حتى السماعه حقتي يعني اتوقع لو ان تقارن مع الاشخاص اللي عندهم اللي شارين السماعه ويستخدمونها لاستخدامهم على طول ومن اول ما شروها يمكن انا افضل بطاريه او من 100 شخص الاوائل في العالم ان بطاريتي الى الان ممتازه في الشحنات ما شحنت كثير عادي اخذ شهر ما شحنت كثير استخدمت كثير اصلا استخدمها في وقت المكالمه وقت الاستخدام اللي بي هذا مع الطاوله احطها استخدمت المكالمه خلص افصلها واحطها رجع مكانها ماني من النوع اللي ليش شنو انا اتكلم عن الايربودز ايش فيه
خلينا الحين نتكلم عن الايربودز يعني من اول سنه من شريتها. اوكي لما نرجع حق الكوال كونفورت، انت بالنسبه لك انا ما استخدمتها لانك انت ما عشت معاي الا يوم جات الايربودز. أوكي. يوم جات الايربودز اقدر اقول لك ان خدت سوق كبير. الايربودز خدت سوق كبير، السماعات اللي في الاذن من الشركات الثانيه، وباين على الشركه الثانيه انها قاعده تسوي الايربودز هي او تسوي نفس الحركه. باين ان سوني حاولت تنزل نسخه من WH-1000 Mark III. باين ذاك السوق خد، فهذا الشيء اللي خلاه. فانا الحين اوقات كثيره او اغلب الوقت اقدر اسافر بالايربودز بالعزل. طبعا ديك اقوى بتكون. انا اللي انتظر فيه شنو؟ ابي اشوف التاخير في الالعاب، التاخير في الايديتنج. الايديتنج في الايربودز انا عندي فيه تاخير، وانا اسوي ايديتنج في الصوت غير الفيديو احيانا تجيت احط عدل، فاستخدم واير بالسماعات. حتى بالسماعات اللي عندي ذيك والنوع الثانيه حتى بوز اللي حطيتها في تاخير في الصوت وما الصوت في الاستخدام. فانا بستخدم بشوف التضرر دي اذا توجيهها الى ابل، يعني اذا كانت لحق الايديتنج سوت حركه انه بالوايرلس بالبلوتوث يعني في الشبك وما في تقطيع، هذا اعطيها هذه نقطه من البدايه انها توصلت لمرحله. انت اذا كانت وايرلس هي تشبك على شنو؟ ما علي من التشبك هذا، لا تشبك على البلوتوث. تشبك البلوتوث فيها 5 بس جهازك ما في 5، بتشبك على البلوتوث في 5 جهازك ما ادري عن تقريبا يمكن ما ادري عنها، بس المهم بتشبك على البلوتوث، تشبك على بتسوي اي شيء، بتشبك على الايرودروب، تشبك على اليوم. اليوم الى الان ما حد تكلم، تشبك بدعاوي ابل الى الان ما تكلمت، وهذا ما نبي نسوي ريفيو حق او نتكلم عن اشياء كثيره. اليوم متحفظ على الشيء ان ابل ما نزلته، او هل نزلته ولا كتبته في الموقع او شو السالفه ما ادري عنها، فنشوف قدام. او ان حل لا بس اوكي أنا كنت أقول إذا حطوا الليتشوان حطوا برتين ما لها شغل ما لها شغل أي أنا أقول في الإرسال وأسرع من الإرسال الأشياء العادية اللي موجودة عندنا، فنشوف قدام. لكن كميزات أنا اللي أنتظرها الآن الكنسليشن والترانسبيرنت مود والأشياء دي، ما أتوقع أن في سماعة راح تكون بالدقة اللي بتسويها. حتى الإيربودز يعني أنت تأخذ رفرنس لك الإيربودز، ما في نفسه في الجيل او في القوه في الاستخدام. بعضهم يقول لك في بعض السماعات فيهم زن بس الشركه ما تسوي، ابل طلعت مشاكل لكن ما بهذه نظرتها حق السماعه او انه استبدلوا استبدال وخلص تقريبا. هذا يعتبرون نسخ خربانه مو هب نسخ خربانه. فهو اللي الشيء اذا سماعتك فيها زن وفيها صوت عرف انها يا انها انت خربت هي انها جايه من مصنع خربان، او بعد الفتره عيب مصنعي اختربت بعد الفتره وسوى استدعاء ورجعوها غيروها. لكن كاستخدام ما شفت انا نفسه في الاشياء دي. في سماعات ثانيه يقول لك في صوت اسمع داخل في ما ادري شنو ابل. والشيء اللي تتباهى في ابل الان ان درايفر هي اللي مسويتها. ها بشو هي اللي مسويه درايفر حق درايفرز السماعات؟ هي اللي مسويتها. اوكي فالان بس من مسويته من الصفر. هي مسوي هل انهم ماخذين يعني هل انه يعني طالبه من سوني؟ ما ادري بس ليش تطلب من سوني عندها بيتس ما تملك درايفر؟ ما علي بس ان التقنيات اللي وصلت لها التقنيات اللي وصلت انا مالي ما سويت شيء علي. انا مالي شغل اذا كان عندي شيء. نرجع نتكلم عن الشيء، لازم نصفي الاشياء. انا لجيت اخذ شيء من شركه، مش لازم الشركه هي سوته وبتنزل عندها وقلت لها عطني بس نص 500 حبه انت اللي بتنزلين واحده. انا اذا جيت اعطيتك شيء وقلت لها سوي ومسوي هالاشياء دي يعني المكونات معروف ان ما اعطيت البروبرنت وتصلح خلاص هي مسوي يعني ما اقدر اقول لك اذا قالت لك خلاص انا مسوي. حتى لو انك تجمع 100 شركه وتقول لهم سووا لي وهي من الارقام حقتها، فبدنا ابل تقول لك ان الدرايفر هي مسوي. بس نرجع على نفس هذه بوز ما سوي شيء. بوز الدرايفرز ستاندر مالين ما بوز بيتس درايفر ستاندر مالين سوني. بيتس الاشياء اللي سواتها بيتس القفز الوحيد اللي سواتها في السولو دكتور دري مالك من دكتور دري هذا الماركتينج ماله. السولوز اخر واحده اللي مشرت ابل اللي حطوا الشيب حق عشان 24 ساعه يسوين ما الكونكتيفيتي مع 24 ساعه يسوي سكان حق النويز كانسليشن اللي مسويته ابل في الايربودز. هذا الشيء بس حتى بعد ما سويت ذيك صدق انه النويز كانسليشن مالهم ممتاز
يعني ما تتقارن بالثانيين بس على الاقل هذه التقنيه وحيده موجوده في شركات ثانيه. فهذا الشيء اللي انا مثلا لشريت لجات واستخدمت هذا اول ميزه اقدر اقولها ان اذا كنت تبي ذا الشيء هذا هو الموجود هنا ما في غيره. فانت لا تتوقع ان يعني اول حاجه سماعه ابل راح تكون كوبي بيست من جميع الميزات اللي موجوده في السماعات الثانيه واجي اقول لك انا لا فيها ميزات، لا فيها اشياء هنا ما راح موجوده حتى لو ان شيء او شيئين يفصلها عن السماعات الثانيه. انت تحس القيمه اللي في الشيئين دي الموجودين تستاهل انك تحط القيمه لها ولا ما تستاهل انت بكيفك. هنا نوقف هذه الاشياء يعني الفرق اللي بين السماعات. لو ان 100% نفس الحركه او نفس السماعات اقول لك في فرق، يعني اقول لك انه اوكي وقف لازم تشتري ذي يمكن. فانت على احتياجك الكونكتيفيتي او التوصيل بين السماعات كلهم، ما في سماعه السوني قالت لك تشبك على جهازين تشبك على جهازين ابل تشبك على جهازين بس طبعا ما تقدر تشغل من اثنينهم نفس الوقت نفس اللي عندك. انا تشبك على جهازين بس تعرف اللي تفصل وتشبك. ما فهمتك نفس سماعتك هذه. انت كيف مفهومك انك تشبك على سماعتين؟ شغل شغلتين من نفس الوقت. شو اللي تسمع انت؟ ادق على واحد بالجوال والعب بالسوني. المهم ممكن في المستقبل الشركات تفكر مثلك وتسويها. انا اكلمك عن الاشياء ان الان اقدر مثلا اشبك على الايفون، اشبك على الايباد، اشبك على ابل تي في، اشبك على اللابتوب حقي. ما في الابل. ما في الا جهازين. فابل هنا هذا متميزه في شيء ثاني. فانت لازم تفكر تبي ذا الشيء ولا تبي تشبك على اجهزتك كلها. لازم اجهزه ابل. اي هذا اقول لك انا بكلمك انا في ذا الشيء. فهل تبي اجهزتك كلها ولا لا؟ انت اللي تختار ذا الشيء. فهذا الشيء من الاشياء. طيب النويز كونسليشن والسبيشال اوديو ما في الان، ما اقدر اقارنه بالشركات الثانيه. انت اذا تحتاج هذا الشيء اوكي اللي عندك بعد الترانسبيرنسي مود. الترانسبيرنسي مود في البروز اللي عندك الايربود برو خطير جدا لانه ما في تشوش. هذا واحد. ثاني شيء نقي لدرجه انه احيانا تنسى انك انت لابس سماعه. هذا واحد. اثنين نفسه هذا مو في فتحه تقريبا او ايه يطلع الصوت عندك عشان ما في ضغط على اذنك. وهذا بدون ما تشغل اي مود يصير يعني طافي. هذا ما في ضغط على اذنك تقدر تسمع اوكي يعني شيء طبيعي ومريح. واذا شغلت العزل ما في ضغط على الاذن بعد، لان تعرف اذا شغلت نويز كانسلنج في ضغط على اللي هي طبله الاذن. هذه يريح نوعا ما طبلة الأذن. صدق إنه يخلي السماعة ما هو بنويز كانسلين ممتاز بتأكيد. يعني لو لقوا طريقة يسكرون الفتحة إذا كنت حولت حق النويز كانسلين بتصير أحسن. بس يمكن من الجهة الثانية بعد تحط ضغط على الأذن. فهذا الأنواع. في أشياء ثانية بس ما نتكلم عنها الحين، بس كلام عن المراجعة. لكن كمقارنة لو هل بتقارن مع بيتس؟ بيتس ترى عندها 400 تقريبا او 500 في واحد الالومنيوم تيجي كامل للاستوديو. الاستوديو تقريبا. فليش الناس ما بيتس ما بس هذيك موجوده. ليش ما حد تكلم عنها؟ ليش ما حد لأن طاح سوقها. هي كانت اول حق دكتور دري اول، كل الناس كلهم شارينهم لان دكتور دري مسويهم. في فوق البيتس تقريبا استوديو في نوع ما ادري شنو نازل ب 400 وشو تقريبا او شيء ما ادري. بس ما عليه. بس الشركه هناك في شركات يعني فوق بعد ما شرتها. بس ما في فرق بينها وبين ديك اوكي ديك الومنيوم دي بلاستيك دي هذا الماتيريال كلها. بعد ما شرتها ابل وراح اصلا ابل مطفيها. بعد ما شرتها ابل طبعا سحبت عليها يعني ما سوت الا وشو هذه اللي كانهم ايربودز برو شو اسمهم؟ الباور بيتس ما شنو هن وتقريبا صار ووز 3 تقريبا برا سووا مدري انا تقريبا البلاس مال بلاس والاستوديو حطوا سووا الاستوديو الاستوديو حط لك 300 وشو 400 تقريبا ونزلوا لك ميزات كيف تشبك على اجهزه ابل الشبكه لايتنينج حول اي تقريبا حولوا لايتنينج قام الناس يشتكون يقول خلينا على مايكرو يو اس بي فنزل راحوا هناك ذا الشيء صح قامت تسوي لك اشياء
إن قامت تنزل ألوان ألوان الأجهزة حقاتها الجوالات حقاتها وكل شيء قامت تنزل هناك. هل أبل راح تقتل بيتس؟ تقتل أحس بيتس. إن قد تقتل بيتس. إيه. تقتل بيتس. ما من شف. أنا ودي يعني يحاولون ينزلون شغلات رخيصة فيها. فيها يعني مثلا يقول لك الشيبات مالت ابل عن طريق بيتس مو بس سماعات يعني ابل الحلو فيها عشان بعد ما الرخص عن اسمهم هذا هذا الشيء الوحيد اللي استخدمه اذا ما بيسوون كذا يقتلوها فكون لان حرفيا الشيء الوحيد اللي معيش بيتس كان دكتور دري. دكتور دري الحين طلقتها مرته وخذت نص دراهمه. انا اللي اشوف انه بلا يقتلونها مثل ما قلت اني نزلنا اشياء رخيصه هناك لان بيتس معروفه بلاستيك خلك على البلاستيك هنا إذا سوت تقنية جديدة في الايربودز العادية إنه يصير ألمنيوم بس ما أدري كيف على الأذن إنك تحط ألمنيوم على الأذن كيف تستخدمه برا في الشارع خصوصاً البرد. لا شنو ألمنيوم في هيتر. تذكر الفولد الباتر مال أبل طلع من ثلاث سنين اللي في هيتر أي نفس الحركة هذا ما أدري بس إنه يعني أبل هيت. فإذا بي ينقلون الأشياء الميزات يعني حين الحين الايربودز شو اسمها الايربودز ماكس ايه انا متوهق بالاستوديو الماكس اذا نزلت ميزات قلت ترى قويه فيها 100% بعد كم سنه راح تنزل ترى على البيتس اذا مشيت مشت تابل كذا تنزل ميزات هناك تنزلها عليها اذا ما اشتريت بيتس ما اتوقع انها تحس ان هناك براكتس عندها يعني مثل الشركه الثانيه مثل الشركه الثانيه تنزل لك جهاز هو اصلا هو جهاز تحس إنه كونسومت بس بنزل حقه سامسونج هواوي تنزله هو مش لحق الاستخدام الطبيعي بس يلا أخذه وجربه السنة الجاية نعدل فيه شوي يمكن السنة دي يعدلونه يكون استخدام الطبيعي لكن ولا تصير نفس ريزر ولا تصير نفس ريزر المسكة والريزر شو اسمه بلاي ريزر بلايد إيه ثلاثة شهور يلا ريزر بلايد الثاني صلى على النبي توي دفع 1500 فهنا الشيء بعض الأشخاص ما يفكرون هذا الشيء بعض الأشخاص يقول لك أوه أبل متأخرة أبل لأن ما في جهاز الآن أصلاً بعضهم يقول لك إيه بتمسخرون أبل ما بجاهز السماعة إلى الآن استخدام طبيعي مو جاهز الشاشة اللي تنعفط اللي تنحني إلى الآن مش جاهز الشركات اللي قاعدة تنزل لك تجربة أمسك لا تسوي كذا لا تحط عليه قلم لا تستخدمه لا تحط كرت في الوسط وانتبه الضفر حقك لا تلمسه ما صار استخدام طبيعي ده ده تحس إنه دي الشركات الثانية قاعدين يجربون عندهم وهذا عندهم الأشياء بس نبي تسوي أزياء لين يوصل حق استخدام طبيعي وننزل فنشوف قدام. عندك أي حاجة ثانية؟ ودي أنا إن بعد مش اللي بيكون الجاي أو السوالف الجاية السوالف اللي بعدها تكون جاهزة السوالف اللي بعدها نسوي أفضل أجهزة عندك في السنة يكون آخر اثنين من 2020 والله لا يعود إن شاء الله 2020 شو السنة حلوة أنتوا بس غلطاني لا حسنا يعني أنسى تفحق ناس اللي انضرباتهم الكورونا والله يساعد الله يساعد الجميع مو على بس الكورونا مش على يعني اللي انضربتهم صح بس إنه انشلت العالم كله انشلت العالم كله وناس يعني كثيرين ضرروا الله يرحمهم ناس مفصلة وناس يعني اللي ما هب سنة سهلة سنة تحس إنه حتى من عمر كانوا يكنسلونها يعني عمري أنا كان يوقف ما أنت تبي تصغر بأي طريقة قلها من النهاية أنا الأسبوع الجاي عمر عيد ميلادي فعمري لازم يوقف ما أبي رجعه ضربك العمر ها حسيت إنك شايف أوكي بس عندك مثل ما قلت أنت يخلي يسحبونا من التاريخ السنة هذه ما يسحبون التاريخ من السنة يسحبون التاريخ وعمرك يزيد الشهر الجاي ندخل 2020 أوكي خاف إنه ترجع مرة ثانية في واحد يلعب دخل سوى نو جيم بلس المشكلة إنك إذا صفرت أنت تصفر معك كورونا برو كورونا برو لا تعرف في نيويورك تايم سكوير تعرف اللي ينزلون الكرة ذيك اللي هي واحد اثنين ثلاثة كذا ما شافوا إلا زومبيز جو جو ولا ترجع لك ما أدري الله كفر عنا نشوف 2021 شو مخبي لنا في التقنية وش مخبي لنا في الأمراض مشاكل بالدنيا إيه لو تقارنها يعني شو الجول حقك في السنة وش اللي سويت في السنة لو تجمعهم وش المشاكل اللي صارت لك في السنة حتى السنة راحت كل إنسان أنا شوف الجول مالي الشيء اللي صار الحين الجول مالي صار نزلت سايبر بانك
تصدق يوم نزل سايبر بانك بتقول خلاص اذكر قال لي كلم واحد من الشباب بتقول لا تنزل سايبر بانك كل مشاكلي بتروح. قام يقول لي شو السالفه؟ قام يقول لي خلاص. قال له خلاص بكل اللي كرهوني بيحبوني ولا بتخلق معهم بنتصالح كلهم. قام يقول لي ده حلال مشاكل ده مو بسايبر بانك. الاشياء اللي بتسويها انت يعني لا لا هي انت ذكرتني الحين خلاص هذا يقول حقك ذكرتني يوم صغير يوم اقول لك ادعو شنو ابي شرطه لا قالها انا كنت باسكت كنت يمي في المسجد جالس انه ادعو جالس نصلي وخلصنا ادعو كل ادعو قال خلاص انا ما ابي شيء ليش ما تبي شيء ادعو قال انا خلاص عندي كل شيء انا عندي سوني عندي كل شيء ما ابي شيء قنوع هذا قنوع لانك صغير هذا قنوع حقك بس الان مسوي خلاص هذا قول حقك امزح مداعبة بس عندك اشياء ثانيه تقولها صح يعني كلامك علي مثل ما قلت ان ايربود البيتس تصير علامه رخيصه حق ابل يعني مستحيل ابل تنزل سماعة ب $50 اي خل بس بيتس خل بعد ينزلون يعني ما بس يعني اللي هي سماعات اي شغلات رخيصه بعد ثاني يمكن يربحون لا نزلت يعني في اشياء ثانيه بس انه في اشياء ما راحت باسم ابل يعني الهوم ميني $99 ابل علامه ابل عليه يعني بيتس سولو 3 الحين موجوده ب $200 ابل مستحيل تنزل لك شوف مستحيل تنزل لك بيتس نفس زي ب $200 عندنا هنا لان ارخص من الايربودز برو مثل ما قلت لك لو انها شركه ثانيه شرت هذه الشركه وصارت لها الفوضى كلها بيسوون ريستراكشرنج في الشركه كامله اي شركه يعني مثلا لو شركه ثانيه شرت بيتس وصارت لها نفس السالفه بيسوون ريستراكشر يعني حرفيا يعني قاعدين ينزفون من الجهه هذه ما يدرون شو يسوون فيها الحين يعني بس هي تشوف فضايع الشركه نفسها بس لازم خذت ابل تقنيات منها هذه اللي طورت الايربودز خذت تقنيات منها او اشياء يعني خذوا انا خبري ان بيتس لا تتكلم عن علي اشياء انه ما تسوي شيء في 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 موظفين جالسين في موظفين يشتغلوا على سماعه عندهم اكسبيرينس ذي اللي خذوهم هذا اللي سووا الشيء انت تتكلم عن بس تقنيات ما عندها تشتري من السماعه الثانيه شركه ثانيه انا اللي خبري انها عايشه على الاسم عايشه على الاسم في موظفين يشتغلون بس في فن في موظفين يشتغلون هذه الاشياء عندهم يعني اعمال عندهم او عندهم يعرفون حق الصوت يعرفون الاشياء دي خذوهم دخلوهم من لازم بس ف قبل ما نمشي ذكر شغله سايبر من سايبر بانك على عنها 2012 كنت بصادس ابتدائي 12 مو بصادس ابتدائي مو بصادس ابتدائي 12 انا هنا انا بجي هنا انت توصل بتخلص تقريبا انت مو بتخلص توصل لا الا 2012 بخلص ارس بشيلاي بدخل انت انا في 2013 كنت في المتوسطه انت في 2013 متوسطه اي انت جيت امريكا 2013 انا دخلت المتوسطه اوكي يعني تخيل ان هذا واحد يا رجل واحد من الشباب اثنين من الشباب تزوجوا وجابوا عيال وما زالت اللعبه انت تزوجت وجبت بنت ولا نزلت اللعبه يلا ما عليك ما بقى بس فلا تنسون تحت اي شخص عنده سؤال يحط اسم الشخص يا علي ويكتب السؤال او احمد يكتب السؤال عشان نقدر نجاوب عليه. ففي نهايه الفيديو لا تنسون اشتراك بالقناة واشتراك في حساب سناب شات شارك ضغطكم وعمل لايك للمقطع ونشر المقطع ولا تنسون المفضل دعاكم السلام عليكم السلام